أهلا بكم مشاهدينا، نتابع معكم أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وذلك في اليوم 21 من بدء الحرب، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من العاصمة الأوكرانية كييف بعد قصف صاروخي استهدف مناطق وسط المدينة، مع اقتراب القوات الروسية على مسافة 15 إلى 20 كيلومترا من وسط العاصمة من جهة الشمال الغربي. في الوقت ذاته قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن محاولات القوات الروسية لاختراق مدينة خاركيف شرقي البلاد باءت بالفشل، مشيرة إلى أن القوات الروسية هاجمت المدينة ومدن أخرى عبر مطارات في بيلاروسيا والقرم. على الجانب الآخر، أعلن انفصاليون في مدينة دونستيك جنوب شرقي أوكرانيا تجدد القصف الروسي المدفعي أو الأوكراني على مدينة شمالي المدينة. في الجانب الإنساني، اشتكت بولندا من أن معبر بيديكا على حدودها مع أوكرانيا يعاني من نقص الإمكانات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين، حيث يستقبل يوميا آلاف الفارين من الغزو الروسي يصل إلى أكثر من 20,000 شخص. والآن نترككم مشاهدين مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.